مشاهدينا اهلا بحضراتكم في نشرة طقس جديدة من تلفزيون اليوم السابع لمتابعة حالات التقلبات والتغيرات اليومية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. طبعا لمزيد من التفاصيل بتنضم لينا هاتفيا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي تلفزيون. في البدايه دكتور لو تعرفينا تفاصيل حاله الطقس النهارده. طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه، تعتبر درجات الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه درجتين لمثل هذا الوقت من العام، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كتل هوائيه شماليه. كمان في تاثير لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجز جزء طبعا من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبتساعد على احساسنا بان الاجواء معتدله وان فيها انخفاض في درجات الحراره عن الطبيعي. الاجواء فتره النهارده تحديدا بتكون اجواء حاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوسط البحري ومحافظات شمال الصعيد، نائمة في حراره على السواحل الشماليه لان طبعا السواحل الشماليه بتكون اقل درجات حراره من القاهره الكبرى. شديده الحراره في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء وفترات المساء مع سطوع الصعيد الشمسي، ثم فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. الاوقات دي بتبقى الحاله الطقسيه معتدله تماما في اغلب محافظات الجمهوريه، خاصه كمان اللي بيبقى فيه نشاط للرياح سرعات ما بين 30 الى 35 كيلو متر على الساعه، كتير على اساسنا دي توصيف الاجواء والاجواء المعتدله خلاص في ساعات الليل. بالاضافه كمان ان احنا فتره الصباح الباكر بتتكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، يعني وبتؤدي انخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي سرعان ما تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس وما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور. الاجواء مستقره تماما في اليوم في اغلب المحافظات. في اي تقلبات هنشهدها اليومين دول النهارده او بكره يا دكتور في حاله الطقس؟ التقلبات الجويه تاثر على اعمال المنشطه اليوميه؟ لا تماما، حتى كمان احنا بنتكلم ان نشاط الرياح او الرياح معظمها قادمه من على البحر المتوسط فغير مثيره لاي رمال واكتبه، وده اللي متوقع ان شاء الله يكمل معانا على مدار الايام المقبله ان شاء الله الاسبوع المقبل كمان. لكن احنا اخبارنا من بكره وحتى الاسبوع القادم هيحصل ارتفاع طفيف في درجات الحراره عن القيم اللي احنا من امتى يا دكتور حضرتك بتقولي؟ من بكره ان شاء الله من الجمعه وعلى مدار الاسبوع القادم، يعني نقدر نقول من السبت لحد نهايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. العظمى هيكون متوسطها على القاهره الكبرى ما بين 34 ل 35 درجه مئويه، فاحنا هنحس ان الجو بقى اكثر حراره من الاسبوع ده، لان احنا الاسبوع ده كان متوسط درجات حراره ما بين 31 33 درجه مئويه، الاسبوع المقبل هيكون ما بين 35 35 ده بالنسبه طبعا للقاهره الكبرى. جنوب الصعيد توصل ل 42 درجه، جنوب الصعيد ايوه 42 درجه مئويه، لكن ناكد ان برضه في درجات الحراره المعدلات غير طبيعيه، مش ارتفاعات درجات الحراره هي ارتفاعات طفيفه فقط. احنا مهم بس ناخد بالنا دايما من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لان دايما فتره الظهيره الفتره دي الحراره على مدار اليوم كله، فتعرضنا لاشعه الشمس المباشر بنخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى دايما اللي احنا بنقولها في المصدر، لان احنا اللي بنقولها في المصدر هي درجه الحراره المتوقعه او المختصه في الجلد. اللي احنا بنحسها في الشارع هتكون اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات نتيجه تعرضنا لاشعه الشمس او الارتفاع التدريجي في نسب الرطوبه اللي احنا بدانا نحس بيه تدريجيا مع قدوم فصل الصيف وخاصه مع الفتره اللي بتبقى جايه من على البحر المتوسط. مفهوم. بنطمن الناس ان كده مفيش رياح واتربه اليومين دول يا دكتور، مظبوط زي ما حضرتك بتقول؟ يعني على الاقل الاسبوع القادم ان شاء الله. جميل جدا، معانا اسبوع، معانا اسبوع اجازه من الرياح والاتربه. لا يعني بس احنا زي ما قلنا نخلي بالنا بقدر الامكان لو انا موجود في الشارع بس هي الاشعه الشمس المباشره عشان ما تخلينيش احس بارتفاع درجات الحراره ونتناول قدر كبير من المواصفات. الشبوره حضرتك قلت يا دكتور بتبقى موجوده خفيفه ومع ظهور اشعه الشمس بتنتهي الشبوره، مظبوط كده؟ احنا هي ان شاء الله متوقع ان هي تبقى موجوده معانا على الاقل 72 ساعه القادمه، شبوره مائيه خفيفه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه،
نخلي بالنا منها، وطبعا تكون بتأثر على حركه المرور دي. دكتور منار غانم بشكرك كالعاده على كل معلوماتك اللي بتقدمها لها. دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الدراسات الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه اليوم، القاهره العظمى 33، الصغرى 22 درجه، الاسكندريه العظمى 28 والصغرى 20 درجه، مطروح العظمى 28 والصغرى 21، سوهاج العظمى 35 والصغرى 24، قنا العظمى 40 درجه والصغرى 28، اخيرا اسوان العظمى 39 درجه والصغرى 26. دي كانت تفاصيل حاله الطقس خلال الساعات القليله المقبله من تلفزيون اليوم السابع. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، انتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.